هذا يقول: ما حكم رجل يخرج منه نقط من البول دون أن يشعر، ماذا يفعل؟ لكنه يلاحظها في الملابس عند دخوله الحمام. إن كان هذا من باب الوسواس وليس له حقيقة فهو ما يضر، وعلى المسلم أن لا يلتفت إلى الوسواس والأوهام، لأن هذا يفتح عليه بابا من الأوهام يخل عليه في دينه. أما إذا كان حقيقة يخرج منه بول حقيقة، فإن كان هذا البول دائما لا يستطيع حبسه فهذا معناه أنه مصاب بالسلس، فهذا يتوضأ إذا أراد أن يصلي في الحال، يتوضأ ويصلي في الحال وصلاته صحيحة، ولو خرج منه بول وهو يصلي صلاته صحيحة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان هذا الذي يذكر يأتيه في بعض الأحيان وينحبس في بعضها، فهذا يجب عليه أن يعيد الوضوء، أن يستنجي من جديد وأن يعيد الوضوء ويصلي بطهارة كاملة إذا كان ما هو بدائم وإنما في بعض الأحيان. والملابس يغسل ما أصابه البول منها، يغسل ما أصابه البول منها أو من جسمها أيضا، إذا أصاب الجسم نعم يغسله من الملابس ولو كان فيه سلس، إلا إذا مثلا صار هذا شاق عليه، مثلا يكون في سراويله أو في ما يلي المذاكير، فهذا يعذر بالمشقة. أما الثوب البعيد عن مكان الحاجة إذا أصابه شيء يغسله، أما ما كان حول المذاكير وهذا يشق عليه فإنه يعذر في هذا.